السلام عليكم، انا هيما. النهارده هنديها من جراني بسبب اللي عملته في الفيديو اللي فات. صح، ما اعرفش ليه عامل كده. افتكرت انا شكلي كواحد منتقم، طلع شكلي مضحك، ما اعرفش. فانا هرجع تاني. اوكي، شكلي مضحك برضه، ما علينا، يلا نبدا. اوكي، نورمال، ولازم نخرج من الباب الجديد. ابراهيم ركز، وهدا عرفنا دلوقتي فين المكان الجديد، عرفنا الحاجات اللي محتاجينها عشان نخرج من المكان الجديد. ده الاختلاف بين الفيديو الاول والفيديو ده. يلا نبدا ونركز ونكون بجامد تركيزنا. اوكي، عملت ايش يا ساده؟ برضو ما اعرفش نور كده ليه، بس ماشي. اوكي، نسيت ده اتحط هنا عشان اعرف اوطي. صباح الخير، كنت لسه بقول عايز انزل تحت عشان مش بتطلع هنا. لا، اوكي ماشي. ابراهيم اهدى، ما تتوترش، روح من هنا عادي. بس فكره عايز اظبط البتاعه دي عشان تعبان كده. حلو كده، مش شايفه خالص. اقسم بالله رعب، متوقعش خالص انها تلحقني كل ده. الفيديو اللي فات اظهر لي كل الحاجات العربية، وانا اصلا عايز المكان الجديد. اتمنى تظهر لي الحاجات الجديدة. اوكي يلا، كنسل الفيديو يا جدعان، مش من اولها كده يا جدعان. اموت من اول مره والحاجات دي العربيه اللي بتظهر زي الفيديو اللي فات. انا كده استفدت ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه التغير اللي حصل؟ بتهزق برضو يا جدعان، والله حرام، والله حرام. كل شويه تظهر لي حاجات العربيه، هو في ايه يا جدعان؟ هو انا ميكانيكي؟ ليه ما يظهرليش الحاجات التانيه؟ ليه تظهر لي العربيات بالسهوله دي؟ ليه الحاجات التانيه معقده؟ انا مش شايف. طيب انت يو سي مي، انا مش سي يو. اوكي، اجري اجري. على فكره سهلوك شويه، ان هما اول ما جراني تشوفك بيبقى في نغمه، بس انا ما خدتش بالي ان النغمه دي لسه مستمره في لما قلت اول مره. مش كده يا جدعان، يعني مش كده. مش عارف اقول لكم ايه بجد، كل حاجه بتظهر لي حاجات العربيه. هاتي ام البلاط اللي طبعا باب الرئيسي يا جدعان. لا بقى، مفيش اي حاجه جديده شفتها غير بتاع المفتاح، ولازم اشوف البغبغان فين عشان اكل البغبغان فين عشان اخده كمان. اوكي، مفيش حاجه. اوكي، كويس كويس قوي، اخيرا بصيص من الامل وشفت كتاب تحت. اوكي، واجري. ما اعرفش، حاسس اني هلاقي في وش. هي مش بتختفي على طول، فهكذا بعدين قبل ما ادور على الحاجات كده. هتخطينا، اول ما تخطينا نروح الناحية دي. انا مش خايف، خلاص هايط، نروح الناحية دي. استغل يعني لو شنو هما بيعملوها دي. بعدين ندور بقى، نحاول ندور.
حاول ندور من مصر. اوكي ممتازه. اوكي دي مهمه جدا يا جدعان، لازم دلوقتي ننزل البيت عشان نكسر كل الخشب ونشوف اللي هناك بقى. اوكي انا بلف ورا نفسي يا شباب. الاقيها في وشي دلوقتي. اوكي كويس، هي لسه ورايا انا عارف. بسرعه يا اسطى، خليها عليك بسرعه. اوكي ممتاز، معرفش ايه اللي بيحصل هناك بس ممتاز. اوكي ممتاز، ملقتهاش فلوسي دي بجد، يعني انا فرحان جدا. اوكي نركبها كده، ناقص لي دي، محتاج اقصها معرفش اقصها ازاي، ما قابلتنيش صح اقصها ازاي، بس ان شاء الله نلاقي. بس الفيديو اللي فات ما قابلتنيش حاجه زي دي، حاجه تقريبا في الجزء التاني في حاجه زي دي اتكسرها. ودي محتاجه المفتاح اكل البغبغان عشان اخده وبس. يعني محتاج حاجتين بس يا شباب، محتاج حاجتين بس. يلا ليه بيعمل صوت الكلب ده؟ مش مهم يلا ورايا. تحميكة لازم يعني والله ثلاث مودات اغبى من بعض. اول واحده بظبط الكاميرا، تاني واحده كنت فجاه كده لقيتها في وشي بالصدفه، تالت واحده تحميكه مني. والله حرام اخسر. ارتيكو اللي بيحصل لي ده اليوم الخامس كمان، انا كنت فاكر 3 ايام. ربنا ما وقعش بس في الحمام. هو راح فين يا شباب؟ يا جماعه الشكوش راح فين؟ الاستعباط راح فين الشكوش؟ شباب الشكوش اختفى الشكوش، معرفش اللعبة علقت. اوريدي بروكن. ده انا لازم اخلصها، فهضطر للاسف اعملها على ايزي عشان خلاص عندي فتوله اشوف المكان الجديد. اتفضلوا. مت ازاي؟ والله اراهنك كتبي في التعليقات قولي انا مت ازاي. صندوق موتنا يا شباب. يا جدعان شافتني ازاي يا جدعان؟ طب فين النغمة اللي هي شافتني؟ يا بنت الكلب. عاملين لي واحدة كمان يا شباب، عاملين لي 3 ورا بعض. دي حلفة بالله انها تموتني. اوكي جميل اوي. كده معايا حاجتين، ناقص لي الخشب واللي بيكسر. والله كنت عارف ان هلاقي دي. اوكي كويس، يلا نستعملها. اوكي قلت لي ان شاء الله، ان شاء الله معايا ان شاء الله افتح دي الاقي دي اللي هي بتقطع الحاجات دي. يا رب. والله حرام، قلت لي حاجة واحدة بس.
عايز تجي ليه؟ هيطلع ايه يعني؟ انت عارف والله. يا الله بس يا جدعان، انا في اليوم الرابع وده قديم. ما فاتت مت لما فتحت صندوق بالذات رقم 2، تمام؟ لو فتحتها ومت تبقى في اليوم الخامس، بس اكيد دول مش مجرد فخاخ، ممكن في فعلا واحده صح تفتح لك تديك حاجه. انا دورت البيت كله ما فيش اي حاجه مبدئيا، فانا شفت تحت في البيت في حاجه مكتوب عليها رقم 2، فهل لما اشوف حاجه مكتوب عليها رقم 2 في اللعبه يبقى هي دي صح؟ انا اجرب حظي. اوه دي اللي كنت بدور عليها. اوكي يلا ننزل نركبها ان شاء الله، هناخد اللي بتقطع بتاعي دي الحمد لله. اوكي في لحمه هنا، ممكن اكل العنكبوت لحمه، بس لا انا عايز احبسه ما يسحقش ان هو ياكل. بقول لك ماشي يعني ناكله يعني، العنكبوت ذنبه ايه يعني؟ الحاجات دي ما ذنبوش اي حاجه، يلا ناكل. يلا كي هي دي. ما فيش الحظ ده، انا عايز افهم. الحمد لله. اوف يعني حاجة واحدة واهرب يا جدعان، ابوس ايديكوا عطوها على خير. اجري. خلاص يا جدعان، خلاص خلاص عايز اعرف. برافو برافو برافو، سقفوا له القرد، سقفوا له. اول دي لعبه تحتيس معفن، خلينا نقول ان التحتيس ده معفن، محدش يلعبه، ما انصحش اي حد يلعبه. انا عملت اللي عليا اقسم بالله. لا 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 والله، تعالى شوف النهاية يا جدعان، والله حرام، والله تعالى شوف النهاية ايه. بعد ساعات بلعب ومجهود واجمع الاقيها في وشي عند المخرج. تعالى بلعب اوي، فيزيت مش اللايك والاشتراك. انا تعبت، اه معرفتش اخرج في الاخر، بس انا لعبت بجد، تعبت تعبت، عملت اللي عليا ان شاء الله. يعني هلعبها مش دلوقتي خالص، بس هلعبها ايزي يوم ما، مش دلوقتي يعني مش فاضي الصراحه. هلعبها تاني على الايزي، لازم اقفلها، مش هفكر العب نورمال، انا خسرت على الايزي، هلعب نورمال بس. اتمنى لو فيديو شو اللايك والاشتراك. انا مخنوق مخنوق، مش عارف انهي الفيديو، عايز اشوف ايه النهايه. يا الله تعبت تعبت، مش عارف العب تاني كمان 15%. انا تعبت تعبت، ليه مش عارف اشوف النهايه ليه؟ ما عرفتش اشوف اللايك والاشتراك كمان. مع السلامه. انا في تالت يوم، في المرتين اللي مت فيهم كده احط خشبه واقص بتاع ده كده، ارجع في المرتين مت. طبعا ما قدرتش انهي اللعبه غير لما قدرتش انام غير لما اقفلها. اخر حاجه المفروض اعملها ان اخد المفتاح واكسب عشان هقدر اعمل ده بسلام.
سألها اس وتعبت كده على نفسي والتابلت 12%، بس مقدرتش انام غير لما انتصر. يلا في خطتي نجري اجري على طول. انا كده ثالث يوم، يعني ده مش اخر يوم، فخلينا غامر هجري انتصر، فاهم؟ اجري اجري. يا وسخة، انا لما اسجل الفيديو يحصل كده في المرتين احط خشب وبتاع ده جريت، عرفت احط بس عرفت اشجع بس عرفت احط. لا انا يا ماما بقى مش كل شويه الموضوع ده تاني. طب عايز اطلع، اوكي هطلع وهنزل، انا مش علاقه. ابوس ايدك ابوس ايدك والكليش. اوكي واو يا شباب، شكرا يا رب، خيرا هعرف النهاية، خيرا هعرف النهاية. تابلت 12% واخيرا هعرف النهاية. تعبت والله يا جدعان. يلا ايه لعبتي هنا يعني؟ يلا ابو شكلك. انا اسف انت حصلت شويه بجد، اسف. اخيرا اخيرا بس يا شباب اقدر لكم بسلام. لعجب فيديو تعمل لايك والاشتراك. كان معكم هيما، مع السلامه.